فيلمنا بيبدأ مع مريم اللي عندها 21 سنة واللي تعتبر طالبة جامعية في تونس، وفي يوم بتكون في حمام في سهرة في ديسكو، فبتروح لها نظمة بعد ما عرفت ان فستانها اتقطع وكانت اتصلت بيها عشان تجيب لها فستان جديد. وبعد فترة بتغير فستانها بس كان قصير جدا ومبين اغلب جسمها، وبتخرج من الحمام واول ما وصلت لمدخل الملهى الليلي بتلاحظ شاب اسمه يوسف بيبص لها وما بتديلوش اي اهتمام، لكن من جواها كان في مشاعر من ناحيته، وبتعرف صاحبتها كل اللي حصل. واول ما بدأت الحفلة الكل بيرقص ولسه الشاب مركز مع مريم، فبترقص اكتر وبتحاول تلفت انتباهه في كل حركة بتعملها، فبتلاحظ زميلتها نسمة بتتكلم معاه، وفي الوقت اللي خرج فيه من المكان بتروح لها وبتعرف معلومات عنه، فبتاخدها نسمة ليه وبتعرفها عليه وبتتقرب منه اكتر. لكن بعد مرور الوقت بتكون مريم في الشارع وبتجري وهي بتبكي، ومكياجها ولبسها متبهدل، وبيحاول يوسف انه يلحقها باي طريقة. الصادم ان كل ما تشوف عربيات الشرطة بتحس بالخوف اكتر، وكأن في حاجة غلط. واضح بقى ان رجال الشرطة كانوا اجبروها على العلاقة غصب عنها، فبياخدها يوسف للمستشفى عشان يفحصوها، فبيرفض الطبيب انه يعمل لها اي حاجة بدون ما يشوف بطاقتها ويعرف اي معلومات عنها، فبتتصدم ان شنطتها مش معاها، وبيقدموا بلاغ للشرطة، وللأسف مش بيعترفوا بالشهادة الطبية من مستشفى خاصة واللي كانت بتثبت ان في حد اعتدى عليها، وبيحتاجوا منها اي شهادة تانية من اي مستشفى عام او حكومي. فبتروح مع يوسف لمستشفى عام اللي كانت مزدحمة جدا والظروف فيها سيئة للغاية، ومحدش مهتم بيها ولا باللي حصل لها. وبيلاحظ يوسف اشخاص من وسائل الاعلام وبيروح لهم وبيعرفهم بالمشكلة، وان افراد الشرطة كانوا اعتدوا على مريم وتعاملوا معها بكل قسوة وعنف، وللأسف بترفض مريم تتكلم معهم في اللي حصل لها، وبينصح يوسف انها لازم تساعد نفسها لمجرد بس تاخد حقها من اللي حصل لها. ومن حسن حظها بيبقى زميلها معاه مقطع فيديو في اللحظة اللي كانوا بيحاولوا يعتدوا عليها وممكن يستخدموه كدليل، فبتتوتر اكتر. وبعد فترة بيسألوا ممرضة عن المكان اللي ممكن يفحصوا فيه مريم ويعملوا لها شهادة طبية، وما بتكونش عارفة التفاصيل فبتسألهم وبتنصحهم انها لازم تروح لعيادة امراض النساء، فبتاخدها واول ما وصلت بتتجاهلها الطبيبة وبتعرفها انها لازم تروح للطبيب الشرعي بدل ما تساعدها وتكشف عليها. مش بس كده، دي تنصحها تاخد حبوب للإجهاض قبل ما يحصل حمل، فبتاخد الممرضة مريم للطبيب الشرعي وبتعرفه كل اللي حصل، وبيطلب منها محضر من الشرطة الاول قبل ما يعمل اي تقارير، وبتسوء حالتها اكتر وبتضطر تروح مركز الشرطة تاني، فبياخدوا اقوالها وبيعرفوا منها انها كانت في حفلة الجامعة اللي هي منظماها، وبعد فترة كانت على الشاطئ في نزهة، وفجأة وقفت قدامهم عربية بيضة، وبتكتشف ان اللي كان فيها ضباط للشرطة وبيعتدوا عليها. مش بس كده، دول كانوا ناويين يقبضوا عليها كمان، فبيقرب منها ضابط شرطة في المركز وبيبص لفستانها وبيسألها لو كانت لابسة الفستان ده في يوم الحادثة فطبيعي الناس هتبص لها وممكن يتحرشوا بيها، وما بتلاقيش رد على كلامه، وبيسأل يوسف هو كان فين ساعة اللي حصل، وبيعترف ان واحد من ضباط الشرطة خدوا للفندق وطلب منه يخدمهم، ولسه بيحاول الشرطي يستفزه وبيخرج بره الأوضة. لكن بيلاحظ يوسف ان ضابط الشرطة ما كتبش اي افادة وكانوا بيتظاهروا انهم بياخدوا اقوال مريم، فبيرجع الشرطي وبيدخل في جدال مع يوسف وبيعرفوا انه ملوش اي دعوة بالقضية، لكن بتجيلهم فكرة يروحوا لنفس المنطقة ويعرفوا اللي حصل بالظبط. وبعد فترة بيكون يوسف مع مريم في التاكسي، فبيتصل بابن عمه وبيطلب منه يدور على اي فيديوهات متسجلة في مكان الواقعة عشان يثبت ان ضابط الشرطة خدوا من المكان قبل ما يعملوا في البنت اي حاجة. ولسه مريم في حالة توتر، فبتروح لمركز شرطة تاني قريب من الفندق وبتعرفهم القصة وكل اللي حصل لها، لكن بيتجاهلوها وبيطلبوا منها ترجع للمنزل، وبالذات ان اسم الشرطة بيقفل دلوقت بما ان الوقت متأخر، وبينصحوها تفكر كويس ولو مصممة على اللي في دماغها ترجع لهم تاني بعد اسبوع. فبتروح لهم تاني وبتلاحظ الشرطي اسمه تشاد ومش بيساعدها برضه في القضية، لكن بعد فترة بتكون مع ضابطة شرطة واللي كانت بتاخد اقوالها تاني، فبتطلب ملابس عشان تغطي نفسها شوية، لكن بتطلب منها تخلع ملابسها الداخلية عشان يفحصوها ويعرضوها على الطب الشرعي، وبتاخد ملاية وبتغطي نفسها
وبيستعدوا لنقلها للمستشفى، واول ما كانت بره القسم بتسمع صوت موبايلها بيرن لان والدها كان بيتصل بيها، فبتلاحظ نفس العربيه اللي الشرطه اعتدت عليها فيها وبتفحصها وبتلاحظ شنطتها، وفجاه بيروح لها نفس افراد الشرطه المسؤولين عن اللي حصل، فبتجري بسرعه وبتهرب من المكان لحد ما وصلت للشرطيه وبتبعدهم عنها. وبعد فتره بتكون في المستشفى وبيفحصها الطب الشرعي، وقبل ما يعمل اي حاجه بيقطعوا افراد الشرطه وبتخاف اكتر وبتهرب من المكان تاني. وللاسف بيوقفها تشاد وبينصحها طالما بدات حاجه لازم تنهي كل حاجه للاخر. مش بس كده، ده الكل لازم يتعاقب على اي حاجه عاملها ليها. فبترجع مع امجد وتشاد لعربيه الشرطه، وبيحاول امجد يفحص الشنطه اللي كانت معاها وبيتنمر عليها اكتر. مش بس كده، ده يتقرب منها وبيحاول يعتدي عليها، لكن بيمنعه تشاد من اللي بيعمله. واول ما وصلت للمنزل بتحاول تتسحب من غير ما حد يشوفها، بما ان الوقت كان متاخر وخايفه لحد من اهلها يعرف اللي حصل لها. وللاسف بيوصل لها امجد تاني وبياخدها لاسم الشرطه، وبعد فتره بيكون يوسف معاها وبيتاكدوا من جواهم ان الشرطه مش هتساعدهم في اي حاجه. فبيقرر يوسف يرفع الفيديو اللي معاه على الفيسبوك ومنصات السوشيال ميديا، فبتخاف اكتر وبتساله ايه اللي هيحصل لو كانوا سجلوا لها اي فيديوهات ساعه الواقعة، وان بكده ممكن تتفضح اكتر. وللاسف بيوصل ضابط الشرطه وبيقبض على يوسف بتهمه التعامل السيء مع الشرطه، فبتخاف جوه القسم وبتدخل اوضه وبتقفل على نفسها، فبتلاحظ الشرطيه اللي بتحاول تطمنها، وللاسف بتخرجها بره الاوضه وبتسيبها وتمشي، ولسه اللي اعتدوا عليها جوه القسم وبيروح وراها، فبتدخل الحمام وبتقفل على نفسها، وبتحاول تتصل بالصحفي اللي قابلته في المستشفى، وللاسف بيرفض مساعدتها برضه، وبالذات ان الوقت متاخر، فبتخرج من الحمام وبيحاولوا يضايقوها وبيوروها مقطع الفيديو اللي مسجلينه معاها، فبتحاول تاخد الموبايل باي طريقه، وللاسف بيزقها وبيخبطها في الحيطه وبتقع وبتفقد الوعي. ولسه مريم فاقده للوعي، واول ما فاقت بيعرفوها انهم قبضوا على الثلاث ضباط اللي اعتدوا عليها، وبيحاولوا يقنعوها ان زميلها يوسف هو اللي كان مخطط لكل حاجه، فما بتصدقهمش وبيحاولوا يمضوها انها ارتكبت فعل فاضح في مكان عام، فبترفض تمضي على الورقه وبتحس ان في حاجه غلط، لكن كان كل هدفهم انهم يخرجوا نفسهم من الموقف ده، فما بتوافقش وبتصمم انها تفضحهم، لكن بيهددها واحد منهم انه هيعرف والدها بكل حاجه وممكن ساعتها يحصل له اي حاجه. مش بس كده، ده اهلها هيتعرضوا للتنمر والاهانه من كل اللي حواليهم، فبتصمم وبتتصل بوالدها وبتحكي له كل اللي حصل لها، وبتتأثر وبتبكي وبتعرفه انها محجوزه في قسم الشرطه، وبيهددوها تاني انه هيتم القبض عليها، وبتتأثر وبتنهار، فبيهديها تشاد وبينصحها تحول القضيه للرأي العام لإلا حقها يضيع، وبتغادر القسم وبتنهار اكتر، وبتبقى في حيره هتواجه حياتها ازاي بعد كل اللي حصل، وبالذات ان لسه حقها ما رجعش. وانتهى فيلمنا النهارده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وكومنت للقناه عشان نكبر بيكم. يلا باي.